لذلك اليوم أنا توقفت كثيرا عن تصريح لرجل يقول إنه قيادي في ائتلاف النصر، يقول لقد تم إنضاج ورقة وطنية صيغت من قبل الفرقاء السياسيين على مجموعة من الفقرات تقدم تطمينات إلى القوى التي ستتآلف في تشكيل الحكومة، وأن هذه الورقة ستعمل على إعادة الثقة بين المكونات السياسية. استبعتم لما قاله تقريبا بالنص. أنا أريد أسأل، ما هي التطمينات التي يجب أن تحصل عليها القوى السياسية؟ بمعنى أن القوى السياسية اطمأنت على وضعها في الحكومة المقبلة، واطمأنت على مصالحها وعلى مواقعها ووزاراتها. طيب لماذا تقول توصلنا إلى ورقة وطنية؟ يا سليش الوطن المسخم دائما تحشرون بالنص. قولوا توصلنا إلى ورقة حزبية حكومية للقوى المتالفة. ليش تحشرون هذا الوطن؟ هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، سعادة القيادي يقول لإعادة الثقة بين المكونات السياسية. هذه ليست المرة الأولى التي يعترفون بها ضمنا وعلنا أنهم فرقاء سياسيون، وأنهم بينهم أو بين لا توجد بينهم ثقة، وعندما تراد أن تعاد الثقة يكتبون ورقة ليوقعون عليها، لأنهم يعرفون بعضهم البعض أنهم لا يثقون ببعضهم البعض، والتعهدات إلا مكتوبة، واحتمال يحلفون بالقرآن لبعضهم البعض، مثل ما الوليد حلف للزعيم ومثل ما الزعيم حلف للمرحوم. هاي قضية. القضية الأخرى، أنتم اطمأنيتوا على مصالحكم القوى التي ستشكل الحكومة. احنا مصالحنا وين؟ ذول احنا الأغلبية الصامتة، ذول المعارضين، ذول الذين 80% منعتهم بالحكومة ما اشتركوا، لأنه يقولون عليكم فاسدين. من يقدم لهم هذه التطمينات؟ القضية الثانية، أنتم ذا تحلون أزمة الثقة فيما بينكم. هنالك أزمة الثقة بينكم وبين الشارع، زين هاي شلون تحلوها؟ غير المفروض أن تحل الأزمة مع المكون الأعظم، الشعب مصدر السلطات، حتى يثق بكم وباشر يوفر لكم أرضية حتى تحكمون. لذلك أنا أقف عند هذه الخطابات لأقدمها إلى الرأي العام ليعرف كيف تفكر هذه الطبقة السياسية.